نتواصل مع السادة المشاهدين من جديد عبر صباح الشروق. يمكن هذه هي فقرة الرياضة هذا الصباح. نحن دائما بنسعد في فقرة الرياضة هذا الصباح يكون معنا واحد من المحللين الرياضيين والزملاء الأعزاء. معنا محمد عوض. والحين محمد صباح الخير. صباح الخير عليكم محمد ولينا، وصباح الخير على مشاهدي الشروق. صباح النور. يمكن ملف الرياضة في كل حلقة من الحلقات بنتطرق لموضوع مهم جدا أو مواضيع مختلفة، ابتداء بالرياضة المحلية وبعدها بنعرج إلى الرياضة العالمية. لكن في خبر مهم جدا عايزين نبدأ به يا لينا، إنه احتراف اللاعب محمد مصطفى، هو لاعب في كان في فريق الخرطوم الوطني الآن، يعني نعم في كونغو الديمقراطية مش كيشاسا العاصمة، واحترف هناك. نحن دايرين ذاته يا لينا يدينا عن انه الناس بيحترفوا برا، ليه ما يهتموا بهم هنا في الدوله اولا بعد ما مبارك حقيقة محمد مصطفى؟ ده خبر مفرح ما محزن طبعا، هو مفرح اكيد كونه لاعب سوداني. أيوة. انتقل لنادي كبير زي نادي فيتا كلوب الكنغولي. اعتقد ده يعني انجاز كبير جدا. وهو يعني ما مضى العقد، لكن شبه انه يعني خلاص حيمضى مع النادي ده. معروف انه نادي فيتا كلوب من الانديه المتميزه جدا في الكونغو الديمقراطيه، هو منافس نادي تي بي مازيمبي على الدوام، بيصل في مراحل متقدمه في بطوله ابطال افريقيا او في الكونفدراليه. فاعتقد بانه نتمنى انه اللاعب محمد المصطفى انه يحقق النجاح الكبير مع فيتا كلوب في اذا تم تسجيله، وقلينا ذاته واجهه كاول لاعب سوداني بيحترف في الدوري الكنغولي. الدوري الكنغولي يعني دوري قوي جدا، ومعروف انه يعني عدد كبير جدا من اللاعبين غرب افريقيا بيحترفوا في انديه مازيمبي وفيتا كلوب والانديه الاخرى. فافتكر دي خطوه مميزه جدا من لاعب شاب يعني قدر يفكر انه بعد عقده انتهى مع الخرطوم الوطني، العقد جو من فيتا وما كذب زي ما قال ومشى طوال. هي تخيل لي الحياه اساسا فرص، يعني الفرصه لما تجي او تاتي للفرد يعني ما بضيعها. واذا قلت انه هو كاول لاعب يحترف في الكنغو تحديدا، لكن ده ما باب يكون في لعيبه اخرين سودانيين احترفوا يعني في فرق، ولا ما موجود غير في دول؟ لا ما في 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 دول افريقيه، في يعني عندنا شيبو في سيمبا التنزاني في السنوات الماضيه، لكن في الكونغو في غرب افريقيا ما عندنا، لانه غرب افريقيا هي اكثر تطورا، هي وشمال افريقيا في كره القدم الافريقيه، لانه عندهم لاعب دوريات على مستوى عالي، عندهم لاعبين ذاتهم على مستوى عالي، عندهم لاعبين كبار جدا يعني ممكن يمشوا للدوريات الاوروبيه. فافتكر بانه يعني ده انجاز كبير جدا للاعب سوداني من 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 نادي اقل من هلال المريخ. نادي اقل من هلال المريخ. طيب الحاجه دي مهمه شديد، نادي اقل من هلال المريخ ده معناه انه نحن يعني نتفق انه لماذا لا توجد فرص في كرة القدم السودانية للعيبة الشباب المتمكنين القادرين على الاحتراف خارجيا؟ نعم. ولماذا يعني ما يستفيدوا منهم في 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 اللعبة السودانية او في كرة القدم السودانية او في لعبتنا نحن؟ لانه نحن خلال الكرة السودانية لسه متذبذبة، يعني ما مستقرة. والله حقيقة ده عدم وجود اكاديميات للنشئ الناشئين من 5 سنين 8 سنين 10 سنين 15 سنة، ما عندنا اكاديميات زي باقي الدول اللي من حولنا. دي بتخلي اللاعب يتطور ويمشي لقدام. لو ما لعب حتى في الانديه السودانيه، من الاكاديميات دي ممكن يعني تكون ذاته يعني مدخل استثمار للبلد، يعني زي اكاديميه اسيك في ساحل العاج، زي اكاديميه برادو في الجزائر، اكاديميه كبيره جدا يعني في لاعبين من 4 سنين، وانا الاكاديميه دي شفتها من 4 سنين الى 15 سنه، يعني من عمر 15 سنه بيمشوا طوالي اوروبا، حتى في الدوري الجزائري ما بيلعبوا، بيتكونوا في اكاديميات هناك في لشبونه في ليون في مارسيليا بشكل كويس، ويكونوا عايد للبلد، يعني دي عمله صعبه، وبعدين بيفيدوا منتخبات بلادهم بشكل اكبر. لكن نحن نتمنى من الاتحاد السوداني انه يعني يركز على الناشئين والشباب، الاكاديميات، انشاء اكاديميات تاسيسها على مستوى عالي، يجيب خبراء اوروبيين ينشئوا اكاديميات، ونحن عندنا الخامه، اللاعب السوداني لاعب موهوب،
لاعب ممتاز. نعم عنده الفطرة يعني بتاعت كرة القدم من هو صغير، لكن بس ما قادر يسقيها بالأكاديمية، لأنه لازم اللاعب بعد يكون في تعليم في الأكاديمية، في كيف هو ترجع كلاعب حصة الرياضة زي ما مدافع نعم في يعني المدارس، دي كلها مهمة عشان جدا يا نقلل جماعة، لأنه نقص الشعر صراحة حتى المصابين المدارس زمان كانت المدارس كبيرة فيها فسحات، بس فيها الرياضة وفيها نعم رسم فيها وتلوين فيها حصة كل النشاط نعم الموسيقى نعم كان نعم في نعم حصص موسيقى كل نعم وفي الدروس جمعيات أدبية جميلة. نعم نعم بقول لك يمكن العقل من خلال السليم في في الجسم الجسم السليم السليم أكيد. نعم من خلال موضوع الرياضة نحن يمكن تطرقنا أنت ولينا تطرقت لأمنيات نتمنى أنها تتحقق، إن شاء الله وأنه يكون فيه اهتمام من المسؤولون بالدولة باللعيبة السودانيين وبالنشئ بالشباب الناشئين، لكن نحن عايزين نعرف الكبار يرفضون الدخول في لجنة التطبيع للهلال، تحليلك حول والله. هذا الموضوع. طبعا الهلال يا مادي صراحة مولع نار، الكارديينال يعني بالأمس شنو مثلا؟ يعني هو مفردة واضحة. قبل 10 يوم قال هو ما داير تاني يمسك النادي، أيوة تاني تراجع قال إنه يعني هرجع خلاص، وجاب عدد من الشخصيات معه في الفترة الماضية، تاني في الأيام نعم الماضية تراجع عن الاستمرار في هذه اللجنة واعتذر، وصراحة دي مشكلة كبيرة جدا. طه علي البشير برضه تراجع، فأفتكر بأنه ما في توافق في الشخصيات الهلالية بشكل كبير جدا، لأنه قدموا اعتذاراتهم للاتحاد السوداني كرة القدم، وكما هو معروف انه الاتحاد السوداني معروف عن ادارات الجمعية العمومية في الأندية في الدرجة الممتازة، فأفتكر في هروب كبير جدا من شخصيات كبيرة جدا في الهلال، بأنهم يا أخي ما دايرين يسيروا النادي في الفترة الحالية. الكوارتي برضو يعني عامل لها لمانة كبيرة كده، وحاجات غريبة جدا يعني بتحصل، بأنه يعني حي مرشح للهلال، ومعروف انت دار تترشح، انت دار تجي رئيس الهلال الباب السي فاتح لك، ممكن تجي بخطوات نعم وبإجراءات معينة. نعم بإجراءات معينة، لكن افتكر بانه يعني لا 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 ما في توافق في الهلال، الشخصيات الكبيره في الهلال حتى الان حتى اللحظه ما في اي توافق في انه من يقود الهلال في المرحله القادمه، سواء كان بيرير سواء كان الكوارت سواء كان طه علي البشير، برضه ما في توافق. افتكر دي معضله كبيره جدا يعني في الهلال وفي في نادي القمه في الايام الماضيه. جميل. نعم. ايضا من الاخبار يمكن اسمع في قوائم الترشيح لم يتم اختيارها من قبل التنظيمات، هل اللجنه في مهب الريح؟ والله طبعا في مهب الريح، نعم في مهب الريح، وده كله يعني اليامات دي يعني الناس بتسمع بانه شخصيه كبيره جايه تقود الهلال في نعم. الفتره الماضيه، الناس ملت من الاحاديث، داير يترشح يا جماعه يجيب الباب عديل، يجيب العضوية بتاعته، يطرح البرنامج بتاعه عشان القصة ما تكون يعني سبه للساي. ونحن يعني صراحة في الرياضة السودانية ملينا والله صراحة من إدارات نعم الأندية السابقة اللي بتشتغل بسلبيات كبيرة جدا، وما بتطور في أداء الفريق، بالعكس بتدمر في الأندية السودانية في أندية القمة بشكل كبير، ده نعم ظهر جليا في انه انديتنا ما بتتقدم في البطولات الافريقيه، يعني صراحه بطولة الصراعات وانا بقولها المتخصصة بصراحه العاملة النفسية نعم الهلال والمريخ في البطولات الافريقيه بيمشوا باسمائهم، ما بيمشوا بكره قدم حقيقيه، ما يمشوا مثل السودان ومثل الكره نعم ما في كلام نعم زي ده. بيسمون يعني الفريق اللي بيواجهوه ده يعني بكون مرعوب جدا انه ده الهلال بيلعب في الابطال ووصل لكن كده هم ما عارفين الوضع الحالي نعم كيف، يعني نعم الهلال حتى كان اسم والمريخ كان حتى المدربين على مستوى المدربين الاجانب على مستوى اللاعبين الاجانب بعد يحترفوا في الانديه القمه يعني بينصدموا بالواقع اللي بيشوفوه نعم بواقع مرير جدا، مرتبات ما في، التدريبات ناقصه، اساءات، فافتكر يعني دي ما بتودي انديتنا ما بتودي انديتنا لمستوى او لتقدم عالمي نحن نعم لتقدم نتمناه للكره على السودانيه مستوى القاره الافريقيه.
على مستوى بطولتي الانديه والكونفدراليه. خلينا نقول على مستوى الوطن لو على مستوى الوطن ما في تقدم الان، يمكن في صراع بين الهلال والمريخ، حتى الناس اللي بتشجع مشجعين الكلام طويل جدا حول الصراع امتد للوزاره، وزاره الرياضه شباب الرياضه والاتحاد وما عارف لا 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 حتى يعني والله صراحه انا قابلت لعيبه ملوا 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 كره القدم. نعم ملوا، ما قلت لك العامل النفسي ما دايرين بعد ذاته كبير جدا. نعم تاثير نفسي كبير جدا على الفريق نفسه. نعم يعني التصريح الخطير بانه المدرب بتاع المنتخب الوطني الفرنسي فيلوت قال بانه يعني عدم قيام الدوري الممتاز حاليا حيأثر عليه في المباريات القادمه في تصفيات بطوله الامم الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم، حيأثر بشكل كبير خاصة انه شهر 11 السودان حيواجه غانا في مباراتين مهمتين جدا، ومعروف انه المنتخب الغاني بنجومه الكبار اللي بيلعبوا في اوروبا، الدوري هناك شغال حاليا، الناس مستعده يعني دي مرتبين اوضاعهم. نعم الناس مرتبه اوضاعهم، لكن احنا في السودان في احنا في صراعات صراعات ودي ما بتقدمنا وما بتقدم، ويمكن دي واحده بتقول لانه كبار الناس اللي عندهم دور في الرياضه في السودان، اللي الاقطاب المميزه، الناس اللي عندهم زي ما بيقولوا تاريخ عريض في الرياضه في السودان بيكونوا متحسرين من الوضع ده. الناس امثال شداد رايك شنو في الموضوع؟ الناس ذاتها هربت صراحه، لو مسكنا اقطاب القمه الناس هربت بالاساءات الكثيره للشخصيات دي، يعني رئيس نادي يكون عمل يعني افنى عمره يعني في الهلال ودفع مال كبير جدا في هلال مريخ، يعني بيلقى اساءات كبيره جدا سواء كان من اعلاميين سواء كان من جماهير، ودي علامه استفهام كبيره يعني دايره وقوف صراحه. نعم. يعني نعم. صراحه في خاصه في هذه الايام في شخصيه هلاليه يعني تتعرض لاساءات يعني صراحه، والله صراحة احنا كسودانيين ما بتشبهنا احنا ماشيين على مكان كده غريب والله، احنا الحياه ما زي ما قلت بتشبهنا، ودي حاجه سيئه جدا. نحن نتمنى انه الناس ترجع وتقلع عن الحاجه اللي هي بتعمل فيها دي. اكيد السوشيال ميديا يعني دخلت بمفهوم غريب يعني اثرت برضو على الكوره، يمكن اللعيبه برضو مش اثرت على نفسياتهم واثرت على عقولهم، لانه الاساءه والبذاءه والكلمات الجارحه دي حقيقه والله اخوانا للعيبه وللرئيس نادي او للفريق نفسه، وانسان قيادي رياضي كبير يعني دي حاجه سيئه في حقه. نعم سيئه جدا يعني زي ما ذكرنا يمكن تحسر شداد على صراع الهلال يعني ما رايك؟ والله يا اخي شداد هو حاول يعني في لجان التطبيع الفاتت حاول بقدر كبير يعني يجمع الشمل الهلالي، لكن يعني ما قدر، الكاردينال تهرب كالعاده، ويمكن تاني الكاردينال بعد يومين ثلاثه يقول لك يا اخي انا حارجح تاني، ما عنده منافس، ما في منافس. نعم ما في منافس، ممكن يرجع يقول لك يا اخي انا راجع بشخصيات جديده، وممكن يعني ربما يعني انجلى الحال بتعيين شخصيات. طيب الباب فاتح يعني بتعين وممكن انت ترجع للنادي او ما ترجع، ولا في بروسيجر الباب فاتح، لكن هو الكارديان من نفسه قال خلاص انا جنحته، وقبل كده قال كثير ورجع، يعني هو 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 زي اللي بيلعب بالشخصيات الهلاليه في الفتره الماضيه، بانه انا غيري انا ما في زول بقود الهلال، مفترض ده يكون تحدي ذاته للشخصيات الهلالية الكبيرة، يعني بأنه كلهم يجتمعوا حتى يعود الهلال يعني كما كان. يعني كروه شداد حصل على وجود 20 تنظيم هلالي يعني خلته انه تحسر. نعم نعم هو تفاجأ، يعني يكون عندك 20 تنظيم هلالي ويقول لك يا أخي نحن حنستلم النادي، وتاني يجي يتفاجأ بأنهم انسحبوا، فما في وضوح، ما في شفافيه، فهذا كله حيأثر بشكل قاطع على مسيره الهلال في في الموسم الحالي، اذا اقيم الموسم الحالي وفي المواسم السابقه. نعم. القادمه. طيب محمد عوض، في ظل هذا الصراع القائم هل ممكن يعني يستطيع الاتحاد تكوين لجنه تطبيع هلاليه وفاقيه وفق بين الاوضاع بيناتهم؟ والله يا اخي اذا تم التوافق على شخصيات معينه. نعم اذا اختار الاتحاد واقنع، يعني اهم حاجه الاقناع بانه اللجنه دي يعني يا جماعه يا اخي بس تعالوا تموا لنا مثلا 6 شهور او 3 شهور، بعد ذاك نجي لانتخابات معينه. طيب في نظرك بيكون في اقناع يعني كي تحليل حقك؟ والله يا اخي بنسبه
80% ما حيكون في اقناع. ما حيكون؟ لانه في تشاكس، في تشاكس وفي صراعات خفيه كبيره جدا. غير الظاهر يعني. نعم غير الظاهر. لحد امتين الصراعات هذه؟ والله يا اخي ما معروف نحن. احنا ذاته في السودان يعني مشاكلنا بقت كثيره يعني كلها جدا يعني كل المجالات مشاكل بقت كثيره في اي حاجه كل المجالات. انا حاسس ان مش كل حاجه تخيلين نرجع للصفر نبدا من جديد والله يعني كده يعني هاي ونبنيه شويه شويه برانا بالضبط كده. ايوه ايوه ده المفهوم يعني كده الناس محتاجه انها تكون مع بعض. نعم يعني قبل ذكرت نقطه مهمه جدا موضوع الاساءات موضوع التجريح والموضوع الكبير السوشيال ميديا يعني ما تاخذنا بعيد من التراك او من الخط بتاعنا اللي احنا نعم ماشي نعم بيه مفهوم نعم انه هنبنيه نعم سواء كان في المجال الرياضي الثقافي نعم السياسي نعم الاقتصادي الاجتماعي كل المجالات نعم كل هذه الاشياء محتاجين انه احنا نقف عندها. نكمل في بقيه الاخبار يمكن في غياب سوداء كال عوده مدرسه الخير للمكتب التنفيذي برضه دي ده تشاكس جديد يعني بالامس مجلس المريخ اجتمع بدور رئيس النادي ادم سوداء كال وقرر بانه عوده المدير التنفيذي لنادي المريخ اللي هو منه مدثر خيري مدثر خيري قبل 8 يوم تمت اقالته من رئيس النادي سوداء كال. قلنا الخبر ده قلنا في الحلقه اللي فاتت. نعم يعني يعني دي ذات حاجات غريبه جدا والحاجه يعني الطريفه انه يعني مشوا لي سوداء كال وقالوا لي خلاص الزول ده يرجع ونحن رجعناه وقال لهم لا ما بيرجع. هذه في حد ذاتها مشكله جديده في المريخ. ايوه يعني اتفقوا مع يا جماعه الادارات بعد تكون فيها مشاكل كثيره والله كره القدم دي ما بتتقدم والفريق ذاته وما الناس ما مفترض يعني تركز مع الفريق. انا شايف في نظري يعني محمد عوض يعني أيوة. انه المفروض تكون في صراعات في اي حته عدا الرياضه نعم. وعدا الفرق لين قال له انت يعني دايما بيقول لك انت لو انت لازم تكون روحك رياضيه في كل اسئله وش كان انا ولينا دي انت صحيح. ممكن تتدخل تقول خلوا روحكم رياضيه نعم. نعم. يعني احنا المفروض نعم. الاخلاق والصفات الحميده والعادات الجميله دي تتوفر في اللعيبه وفي الرياضه وفي الناس اللي يقوا قواد انا اقول لك حاجه انه الاداريين دول اس البلد في البلد في كرة القدم السودانية الإداريين هم أس البلاء الأكبر لأنه بتلقى لك رئيس نادي ما عنده قضية بالرياضة بس بقروش وجع هو بقى رئيس نادي ويتخذ قرارات يعني غريبة جدا مش كده تبقى رئيس نادي لكن تخيل المهام نعم. كله له مهام نعم. يعني انت عينت مدير عينت مدرب رئيس النادي شوفي رئيس النادي في السودان ده اداره هلال مريخ اداره هلال مريخ طيب بيسجل براو اللاعب بيشطب براو بيجيب المدرب براو تقريبا الحاجه شرفيه نعم. بيجيب المدرب براو بيخط التشكيله براو حتى التشكيله والمدرب قاعد في ادارات في 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 نادي القمه في السنوات الماضيه في اداريين كانوا خدوا التشكيله لعب محمد لعب حسين ده خطا ما تلعب اذا عندي مشكله لينا نعم. مع رئيس النادي انت حنقول رئيس النادي اكس تلعب. اذا عندي مشكله معاك انا ما حلعب ما حتشطب وحتشطب وححرش ليك الاعلام يقولوا انت لاعب سيء واخلاقك سيئه نعم محمد بعيدا عن النفسيه زاده يعني في العالم اجمع أيوة. العالم كله متفق على انه لو كل زول عرف وظيفته شنو الحياه نعم. تمشي نعم. يعني انا مثلا احنا كمثال مقدمي برامج وظيفتنا نقدم البرامج انا ما بقدر اتدخل في الكاميرا ما بقدر اقول المصور والتحيه له هو خلف الكاميرا انه امشي كده او تعال كده نعم. ما بقدر اتدخل في خصوصيات المخرج نعم. ما بقدر اتدخل في خصوصياتك انت أو في نعم. تخصصك مش خصوصياتك تخصصك انت تخصصك نعم. فبالتالي لو كل زول عرف وظيفته شنو في العالم كله نعم. وخلينا انه احنا نحاول نعرف نعم. حاجات الاخر وندخل أيوة. في اشياء وما تتطفل الامور لو في الرياضه لو في اي حاجه ثانيه تمشي تمام والله. فموضوع الرياضه انه زي ما ذكرت يكون رئيس هو اللي بيدير هو اللي بيخط التشكيله نعم. هو اللي بيختار اللعيبه أيوة. دي مشكله كبيره جدا ايوه انت يمكن خيالي دي والمراه لكن جيب نعم. يعني اداره غيرك نعم. تدير الموضوع ده ناس تكون متمكنه ومهر عشان انا فيها كل شيء اشراف رئيس اشراف يعني دي قلت لك ادارات الانديه في هلال حاليا الناس شغالين برضه نعم شغالين بنفس وفوق الواسطه هو نعم دي نفس ده بلاء كبير جدا يا جماعه الاداري ده لو ما كان في مجاله هو عارف اي حاجه والله لا 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 في اي دار في اي مؤسسه دي ما بتمشي لقدام
يعني اداري في كرة القدم، لو حتى ما إداري لعب في أي كرة مكان مهم. نعم ما لعب كرة قدم، ممكن داري جدا ما لعب كرة قدم، لكن هو عارف، متابع كرة القدم من سنوات طويلة، وعارف الأندية دي بتدار كيف، يعني ممكن يدير النادي كويس. لكن انت اداري بمالك تجي تتحكم على النادي وتقول يا اخي انا بسجل فلان وانا بشطف فلان وداير المدرب ما من حقك. المحلي دايره حيكون صاحبه او صاحب صاحبه، وداير المدرب الاجنبي كده، يعني دي كلها معايير ما بتودينا لقدام. وبتخدم نعم، القدم. ما بتخدم كرة القدم السودانية يا جماعة على مستوى الاتحاد السوداني، على مستوى أندية القمة، يعني دي مشكلة كبيرة جدا. يعني حتى في طيب. أندية أقل من هلال مريخ، والله صراحة، وليها التحية، زي نادي الخرطوم الوطني ونادي حي العرب والسودان، والسودان اكيد ناس إدارات عارفة شغلها كويس. ما يتعلموا طيب منهم. نعم، عندهم بيجيبوا، بيتفقوا على مدرب معين، بيجيبوا لاعبين على مستوى عالي، ما في بيسوقوا اتفاق على مستوى، بيناتهم. نعم بيسوقوا اللاعبين ذاته لأندية القمة أو أندية خارجية نعم بمستوى كويس. وده ده 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 حصل في حي العرب، حي العرب السي حاليا في المركز الرابع، منافس على نيل بطاقة الكونفدرالية، كذلك الخرطوم الوطني في السنوات الماضية. طيب يمكن يا محمد اسال، الحاصل الان في الصراعات في نادي المريخ مع سوداكال ومع خيري، هل ده بيؤدي الى استقالات جماعيه ممكن تقود لانه والله يسقط سوداكال؟ ربما يعني خلال اليوم يعني قدم عدد من اعضاء المريخ استقالاتهم للاتحاد العام صراحة، لأنه اتفقوا بشكل قاطع في عودة المدير التنفيذي مدسر خيري، وفي حال أنه سوداكال أصر على رأيه المجلس حيضغط. وتخيل لي سوداكال دي ذات دائرة، يعني دار القصة دي؟ نعم عشان يضغط، ده الكلام والناس اللي قاعدة بيقولوا عنه تفتش زعل. على رئيس جديد طيب بعد ما ده. يمشي ويقول انا خلاص ماشي. والله يا اخو، هو بعد سوداكال، بعد جن المريخ وترشح، ما في زول كان مترشح معه، ايوه ولا سافر في بيضجوا انه ما في رئيس غير ويستلم السلطة سودان من غير وما اي في. منافسين. نعم، ممتاز. يمكن ايضا من الاخبار تفاؤل مدرب او مدرب المنتخب السوداني بالتأهل، يعني هل الاوضاع في المنتخب تقود والله انا للذهاب؟ افتكر انه يعني تفاؤل ما في محله، لانه انت لا عندك دوري شغال، ده حل لا كده. عندك اللعيبه يا اخي بتلقاهم بيتمرنوا هنا الصباح الساعه 7 صباحا، انا لاعب نعم بيتمرن في نعم الاكاديميه الساعه 1 الظهر تلقاهم مع 6 الشاي، والتمارين ذاتها غريبه. يعني في الفتره الحاليه اول تدريب كان يوم الاحد الفات، يوم السبت الفات، يعني تدريب كان يوم الثلاثاء وما عامل لهم معسكر. فالتفاؤل ذاته ما في حله، يعني يعني افتكر انه التفاؤل ده ذاته مربوط بخطة معينة، نعم مربوط بخطه خطة معينه. معينة، دراسة معينة عشان تتاهل. ايوه، وافتكر بانه يعني التصريح ده، والله هو صراحه المدرب هو ذاته ما متفائل، ما متفائل، لانه هو طلب اسس معسكر في تونس، والاتحاد ما حينفذ المعسكر ده لانه تكاليفه كبيره جدا، والدوري ما شغال، بانه قال يعني انه الدوري ما شغال، فدي مشكله كبيره جدا، يعني دي محبطه، وحتواجه منتخب قوي جدا، المنتخب الغاني معروف مدجج بالنجوم، منتخب يعني كل اللاعبين بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، الدوريات الاولى، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، انجلترا. فاعتقد بانه يعني التفاؤل ما في محله، وغايته ربنا يجيب ان شاء الله العواقب سليمه، ان شاء يعني ربنا يسهل الامور. يمكن في لجنه انها تراجع الاستعداد الان، هي لجنه تقريبا شغاله على ارض الواقع، دارين نشوف الوقوف على ارض الواقع من خلال اللجنه، هل هي زارت الاستعداد دي ووقفت عليها؟ ادت توجيهات؟ في توجيهات جديده ممكن تدعم ياهل الاستعداد وتقوم باحسن مكان؟ والله انت والله كمحل رياضي ناشئ. التوجيهات الجديدة، واللجنة دي هي زارت عدد من الاستادات، ايوه وربما يعني رفعت تقريرها، لكن صراحة أنا أفتكر بأنه يعني استاداتنا فيها خلل كبير جدا، خاصة في المخارج والمداخل بتاعت الجمهور، لأنه يعني في المباريات الأفريقية على مستوى الأندية والمنتخبات المنسق الأمني دائما بيجي بعد يلاحظ قبل المباراة بأنه المداخل بتاعت الجماهير، يعني لو حصلت كارثة
الناس دي كلها هتجي الملعب نعم لازم يكون مستطيل في له. طريقة. نعم لازم يعني الابواب تكون كبيره جدا عشان لو حصل اي حاجه لا قدر الناس الله ما تقدر تخش، الناس يعني الاندفاع ما يسبب نعم مشكله، نعم يسبب نعم مشكله الناس بتنقل ليها مخرج تقوم. فافتكر بانه يعني القصه بتاعت الاتحاد الافريقي يعني هو يعني حذر الاتحاد السوداني، حذر الانديه السودانيه بانه احتمال كبير جدا لو لا 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 التوجيهات الجايه من الاتحاد الافريقي بانه الابواب ما توسعت، بانه يعني حتى الغرف بتاعت اللاعبين فيها مشاكل، بانه يعني الجمهور مرات بيحسب الطاقم التحكيمي بالحجاره وبالقارورات، دي كلها يعني عندها اثار. ربما يعني الاتحاد لو جات اللجنه بتاعت الاتحاد الافريقي وغيمت والتغييم بتاعها هو اللي حيترفع للاتحاد الافريقي، ربما لن يلعب نادي سوداني او منتخب سوداني في المنافسات القادمه في السودان، ودي مشكله كبيره جدا. مشكله كبيره. نعم ننتقل للاخبار العالميه يعني عالميه، يمكن ميسي ورفض سطوة كومان هل تقوده الى خارج الكامب نو؟ والله طبعا يعني الخبر ده يعني جاء على جماهير برشلونه هو قبل ما داير برشلونه عظيم والله يمكن نعم يعني ارسل فاكس بالامس هم لسه ما فاقوا من الصدمه يعني الاولى هو يعني خلاص يعني انه الفريق ده خلاص ما داير بعد ده، ودي جات لاسباب يعني انه كومان لعيبه زي سواريز فيدال ارسو انهم يعني استغنى عنهم يعني قال لهم ما دايركم في الفترة اللي حيدرب فيها برشلونة وابحثوا عن أندية جديدة. يعني هو يعني ميسي بيضغط على الإدارة بشكل كبير جدا، بيضغط على الجماهير بأنه يعني الـ 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 الإدارة الحالية لبرشلونة يعني تقدم استغالاتها وتمشي. ده ضغط، ده كارت ضغط يعني افتكر بأنه وما دايرين كومان، لانه في برضه في حساسيات بانه اول تصريح لكومان قال يعني حتى اللاعبين في مباراه برشلونه وبايرن ميونخ الهزيمه الثقيله للبارسا بثمانية اهداف قال بانه يعني في ال 11 لاعب ديل في ثلاثه لاعبين فقط بيستحقوا يلعبوا معاي في الموسم القادم. فدي خلقت حساسيات جدا بين اللاعبين والاداره وميسي وبشكل كبير، ومعروف انه يعني قيمه العقد بتاع ميسي بانه اذا ذهب لاي نادي اللاعب يدفع 700 مليون يورو، فدي ده مبلغ كبير جدا. وما معروف يعني ان الساعات القادمه يعني اللي بيحصل شنو في مسيره ميسي ان شاء الله يحصل كله مع خير مع برشلونه، وربما يعني تدخل في الانباء برضو يعني انه نادي باريس سان جيرمان ربما يعني قام بدفع القيمه، لكن انا بقول لك بكل صراحه بانه ما في نادي اوروبي بيقدر يدفع حاليا في زمن الكورونا وفي الخسائر الكبيره للانديه الاوروبيه وللحكومات الاوروبيه بيدفع مبلغ 700 ده. مليون يورو لنادي برشلونه ما حيقدر. نعم عموما نقول لي يا جماهير برشلونه اطمئنوا ميسي قاعد معاكم، يعني جماهير برشلونه في السودان والله في السودان في كل العالم اطمئنوا، دي رساله من محمد الله اطمئنوا. نحن بنطمن المشاهدين انه انتهت حلقه الليله، ونحن كان يعني نتمنى انه ان شاء الله الحلقه تكون لامست واقع معيش عايشين احنا في مجتمعنا السوداني. انا سعيد جدا برفقتك مره اخرى عزيزتي لينا. انا اسعد ونشكرك يا محمد، شكرا جزيلا لك نورتنا اليوم، وشكرا لكل من شاهدنا وتابعنا وكان برفقتنا طيله ساعتين، ان شاء الله تكون كانت ساعتين خفيفات منها. ظريفات لطيفات تحمل جميل الامنيات لواقع جديد مختلف للسودان. شكرا فريق العمل وكل من يعملون دائما خلف الكواليس حتى جديد الملتقى. اقعد عافيه في امان الله. السلام.